دي الليلة أشوفك وأسهر في عين الليالي وأبعد أحزانك وخوفك وأنسى ما صار وجرالي. صوت يعزف على أوتار الجمال يسافر بين الحواس بإيقاع السحر. الفنان وسام شعبان من محافظة القطيف يرسم لوحة من الفرح بصوته العذب وبإحساسه الفريد. عملت أغاني كثيرة للمسرح الطفل، أغاني للمسرح سواء كان في مسابقة العروض المسرح اللي في الدمام في جمعية الثقافة والفنون. أنا أساساً تربيت على هذا المسرح يعني، وبداياتي كانت مع الأستاذ علي المصطفى وأستاذ ماهر الغانم، شوي شوي إلى أن بدأ يطلع بعدين الموضوع هذا وصارت أعمال خاصة غير المسرح، بعدين بدأنا نسجل الأعمال الخاصة. تشكل شغفه بالفن والموسيقى منذ الطفولة، كبر هذا الحلم وكبرت معه الأمنيات. فالبداية الأولى لطريق الإبداع صوت عذب يتجاوز الحدود. كان في شريط لمغني كان قديم جدا مصري محمد ثروت، أتذكر أنه كان الشريط هذا جايبينه في مجموعة أغاني من أغاني أطفال يعني، فكان الشريط أساسا لأخوي الصغير بس كنت أنا اللي أخذ الأغاني هذه وأحفظها، ولقيت نفسي مع الفترة كذا صار عندي الاهتمام والشغف بالغناء. وسام شعبان الصوت القادم من القطيف، قطيف النخيل والبحر، ما زال يعزف أبجدية الحب للوطن والأرض والإنسان. هذه القطيف هذه خضر وغص النادي، فيها الربيع بادي بورود جورية بورود جورية. يسافر الفنان وسام شعبان بأجنحة من الحب في فضاء اللحن وعذوبة الصوت. للإخبارية محمد الحمادي، القطيف.